مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم، سعيد بتواصلي معكم وسعيد باستضافة الأستاذ محمد الحفيظ، أستاذ لسانيات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء والمناضل السياسي. صدر مؤخرا للأستاذ محمد حفيظ بالاشتراك مع الأستاذ أحمد البوز كتاب تحت عنوان اليوسفي كما عشناه، أوراق من زمن السياسة. في حلقات سابقة طبعا تحدثنا مع الأستاذ حفيظ عن رفضه المقعد برلماني تم إعلان فوزه به سنة 1997، وما أثارته طبعا هذا الموقف اللي هو سابقة من ردود فعل ومن تفاعلات. في هذه الحلقة سنتحدث مع الأستاذ محمد حفيظ عن جانب ما ورد في كتابهما، وهو المتعلق بخلافة عبد الرحمن اليوسفي للراحل عبد الرحيم بوحبيد، مع اعتبار أن محمد اليزغي كان يعتبر هو الرجل الثاني، وكيف أن الحسن الثاني قد استحسن اختيار عبد الرحمن اليوسفي ليكون كاتب أول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. أستاذ محمد حفيظ، كما شرنا لذلك في حلقة الأمس، صدر لك مؤخرا بالاشتراك مع الأستاذ أحمد بوز كتاب ضخم تحت عنوان اليوسفي كما عشناه، أوراق من زمن السياسة، كتاب حوالي 477 صفحة. ضمن ما ورد في الكتاب كتقولوا نحن لا ندعي تقديم الحقيقة، كتقولوا أيضا ونميز بين السياسي والشخصي، طبعا في إشارة لعلاقتكم بعبد الرحمن اليوسفي. كيف هذه القضية ديال نميز بين السياسي والشخصي؟ نعم سي صافي، بالنسبة إلينا وربما من خلال العنوان كيبان استعملنا أولا ضمير المتكلم اليوسفي كما عشناه، إذا نتحدث عن تجربة عشناها هي تجربة عبد الرحمن اليوسفي، وبطبيعة الحال نقدم روايتنا للأحداث، نقدم هذه رواية كما عشناها كما عايناها، وقد تكون لشخص آخر أو لأشخاص آخرين رواية أخرى. وبالنسبة إلينا المهم هو أنه كل واحد عنده شي رواية يقدمها، فبطبيعة الحال هذا ما نقدمه هنا نحرص على أن نقدم الوقائع كما وقعت بالنسبة إلينا، كما رأيناها من موقعنا، كما رأيناها من زاوية نظرنا وزاوية رؤيتنا، لأن تلعب ربما شخص آخر كانت لدي كان في موقع آخر أو له زاوية أخرى قدير على الأشياء، ولكن نحن نعتبر دائما أن الحقيقة نسبية. ما قدمناه هو الواقع اللي تكلمنا عليه، حرصنا على أنها تكون موثقة. ربما إلى 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 غتشوف الكتاب تقريبا كل حدث أو واقعة، إما كنقولوا راه حنا كنا حاضرين ليه، ومني كنقولوا حنا كنا حاضرين ليه راه كانوا حاضرين ليه مجموعة من الناس اللي الأغلبية ديالهم ما زالوا على قيد الحياة. الحدث اللي ما كناش حاضرين ليه كنسمعوه من عند ناس اللي بالنسبة لنا مصادر موثوقة، وأحيانا كنذكروا الأسماء ديالهم، والبعض اللي ما بغاش يذكر سميتو لاعتبارات ما وهذا حق ديالو ما كنذكروش، ولكن حنا كنكونوا مطمئنين وتجربتنا الصحفية علمتنا هذا الأمر هذا. ثم الأشياء اللي مثلا عاشها السي أحمد بوحدو، كنفتحوا واحد القوس وكنقولوا هذا الحدث راه عاشو السي أحمد بوحدو أحمد البوز، والحدث اللي عشته أنا بوحدي كنخبروا به. فلذلك احنا حرصنا على اننا نوثقوا الوقائع والاحداث التي، ولكن الاستاذ محمد حفيظ علاقتكم طبعا في مرحله معينه لربما تميزت بواحد النوع من التوتر مع عبد الرحمن اليوسفي، وبالتالي لربما هذا هو اللي كتشيروا ليه انتم، هي هذه القضيه ديال الذاتي والموضوعي، لانه صعيب وانتم طرف صراع أن تكونوا موضوعيين
وشرنا ليها في التقديم يعني نعم. على خاصة مني كتكتب على الدات وكتكتب على حدث انت حاضر فيه وانت طرف فيه يعني هذيك راه في العمل العلمي والأكاديمي هذه مسألة مطروحة ديال الموضوعية. ولكن احنا حرصنا ما أمكن على أنه أولا حينما يعني نذكر حدث أو واقعة فنذكر الحدث ونذكر ونتبع ذلك الحدث بقراءتنا لهذا الحدث، وهذه القراءة للحدث هي قراءتنا احنا يعني ماشي بالضرورة أن هذه قراءة كنقدموها للحدث. ولذلك فاحنا الأساسي بالنسبة إلينا احنا ما خلطناش ما كنميزوا بين شخص عبد الرحمن اليوسفي اللي من خلال الكتاب يبرز واضح بأننا نكون له احترام كشخص، ولكن كفاعل سياسي كانت عنده مسؤولية تنظيمية على رأس الحزب وكانت عنده مسؤولية سياسية، ومن موقعنا نحن كذلك كانت عندنا مسؤوليات داخل الحزب وداخل الشبيبة الاتحادية، وكانت اختلافات فيما بيننا وكنا نعبر عنها في حينه وأعلناها، وربما اتخذنا مواقف ربما وصلت حد مغادرة الحزب في الوقت اللي ربما واحد يعني كان محط جذب بالنسبة للبعض، لأن أصبح على يعني الكاتب الأول ديالو أصبح على رأس الحكومة، وكونه أصبح على رأس الحكومة قد يمكن البعض من مجموعة من الامتيازات إلى آخره في عز هذا الوضع. إحنا كتقولوا أيضا هنا أنكم كيف قلت كتميزوا بين الشخصي والسياسي، وكتشيروا لشي زيارة اللي قمتوا بها لعبد الرحمن اليوسفي في 2004. تماما هذا اللي كيأكد بأنه يعني رغم المواقع يمكن تعاود تحكي لنا قصة هذه الزيارة. إيه كانت إحدى المناسبات عيد نعم أحد الأعياد الدينية 2004 من عبد الرحمن اليوسفي غادر الحكومة وغادر العمل السياسي وغادر الحزب واعتزل العمل السياسي. كيف جات هذه الزيارة؟ بطبيعة الحال بالنسبة إلينا نحن نميز بين يعني هذا الشخصي والسياسي، والدليل هو أنه إلى حدود الساعة بالنسبة لا لي أنا لا السي أحمد البوز عندنا علاقات شخصية مع واحد عدد من الإخوان اللي اختلفنا معهم واختلفوا معنا في هذه المرحلة من مواقع سياسية مختلفة، بقوا هما في الاتحاد الاشتراكي وانتم خرجتوا من الاتحاد الاشتراكي، والبعض منهم اللي بقينا كنتواصلوا معهم من موقعنا الصحفي وجرينا معهم حوارات بحال عبد الواحد الرادي الله يرحمه، بحال الحبيب الشرقاوي الله يرحمه، بحال واحد العدد من القيادات اللي بقات. يعني ربما تهد الجانب هذا خلى انه كنميزوا هذا بعض الاختيارات، كيف ما احنا خدينا مواقف وكانت عندنا اختيار حتى الاخر عنده الحق. احكي لنا على الزياره، انتم مشيتوا في العيد يعني هذه مناسبه، لان كان كيكون تواصل مع مع مع, مع اليوسفي ملي كان باقي على راس المسؤوليه. بطبيعه الحال كان المشكل اللي كان كبير هو هذيك العلاقه المتوتره اللي كانت ما بينه وما بين سي محمد الساسي، خاصه بعدما اطلقت تلك العباره الشهيره ديال الارض الله واسعه. ومن ذلك الحدث 1997 لا من بعد يعني كانت 1997 تماما من بعد لانه من بعد 97، لانه في 97 احنا تلاقينا، حكيت انا بانه احنا في 97 تلاقينا مع 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 اليوسف هذاك اللقاء. ف يعني ما بقاش كيحضر جميع الاجتماعات، لم يحضر اللجنه التحضيريه للمؤتمر اللي انعقد في 2000 والمؤتمر الوطني السادس 2001 اللي من بعد غادي نغادروا الحزب. فاذا جات هذيك المناسبه يعني وهي كانت اشاره بانه الشخصي شخصي والسياسي سياسي، فكانت كان لقاء لطيف. تكلمنا شنو رتبتوا؟ قلت له احنا غنجيو نزوروك. وبالعكس اشنو قال؟ مرحبا. ظهر بانه كان عنده رغبه باش يتلاقى معنا، وداز لقاء لطيف. ما تكلمناش على السياسه وفاش تكلمتوا؟ تكلمنا على الامور عاديه يعني كان يعني كان تساؤلات ديال بعضنا البعض وهذا الى اخره، ولكن ما تكلمناش على ما لم نتحدث، وكانه لم يسبق له ان كان كاتبا اول او كان وزيرا اول. يعني كنتوا انتم اربعه
هو الزوجة ديالو، لكن يعني هو اللي ما كاينش ناس اخرين. لا لا، وكانت يعني فيها الجانب الانساني اكثر منه جانب اخر سياسي يعني. ودي كانت اشاره بانه بالنسبه الينا يعني قد نختلف مع الشخص، نختلف معه باعتباره مسؤول، ولكن كشخص يعني إذا لم يكن هناك داعي باش تكون القطيعة ف... نعم. طبعا في الكتاب الفصل الأول فيه خصصته الخلافة المفاجئة، اعتبرته فيه أن لم تكن متوقع أن عبد الرحمن اليوسفي هو الذي سيخلف الراحل عبد الرحيم بوعبيد. تقولون أن محمد اليزغي كان الرجل الثاني داخل الحزب. ماذا حصل في هذه المحطة هذه 1992؟ في يناير 1992 المرحوم عبد الرحيم بوعبيد توفي في 8 يناير 1992. كيف هذا العنوان ديال الخلافة المفاجئة؟ لأنه يعني ما كانش أغلبية وكثير الناس ما كانوش كي بالنسبة لهم شكون اللي كاين يعني المسؤول الثاني في الحزب من بعد عبد الرحيم بوعبيد هو سي محمد اليزغي. وعبد الرحيم بوعبيد كان يوسفي يعيش في فرنسا منذ سنوات تقريبا حوالي ربع قرن عاشوا خارج 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 المغرب منذ 1965. ويعني كان في هذاك يعني مرحله طويله دوز خارج المغرب وفي الاغتراب سواء قصريا او حتى ملي دخل من بعد كيجي غير يحضر المؤتمرات. مثلا جا ترأس المؤتمر الوطني الثالث في 1978 ورجع جا ترأس المؤتمر الرابع كنظن وترأس المؤتمر الخامس في 1989. وكان خارج المغرب يعني عمليا بحال هو بحال مكلف بالعلاقات الخارجيه ديال الحزب في الخارج، وكان بعيد على الشأن التنظيمي الحزبي الداخلي، وربما المعرفه ديالو محدوده بالتنظيم حتى بالمناضلين والاسماء ديالهم بالمناطق بالفروع كانت محدوده. اللي كان متتبع هادشي بالتفاصيل هو سي محمد اليزغي. اليوسفي عبد الرحيم بوعبيد كان مكلف في الحقيقه كان منشغل بما هو السياسي. حنا قلنا في كتاب السياسه الكبيره كيديرها واحد العباره طبعا اللي هي انه تجاوز عمر بن جلون في المؤتمر الاستثنائي محمد اليزغي. كيف كاريزما عمر بن جلون؟ بل هناك من يعتبر انه هو طبعا هو مهندس تقرير الايديولوجي وكذا. على المستوى التنظيمي كان حريص دائما يظهر بانه هو المسؤول الاول على التنظيم محمد اليزغي، بل اكثر من هذا واشرنا لها كان كيحرص على انه ياخذ الكلمه مباشره بعد عبد الرحيم بوعبيد في الاجتماعات ديال 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 اللجنه المركزيه بلا ما يعطي عليه حتى شي واحد. وهذا كان كيثير قلق ديال واحد العدد من اعضاء المكتب السياسي، وربما راحنا اعتمدنا على بعض المصادر اللي صرنا لها. كتقولوا ان عبد الرحيم بوعبيد كان مستعدا باش يفسح المجال ليزغي في 75 ليكون كاتب اول لهالدرجه. وهذه معلومات اللي استقيناها من 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 مذكرات ديال بعض القيادات ديال الاتحاد الشرقي اللي تكلموا على هاد يعني الموقع اللي كان عند محمد اليزغي. وكيتاكد هذا بعد غياب عمر بن جلون، بعد اغتيال عمر بن جلون في 75 اصبح متحكم في الآلة الإعلامية ومتحكم في الآلة التنظيمية. وبالتالي كان يعني يتتبع التفاصيل، ولذلك دائما كان من بعد عبد الرحيم بوعبيد كاين سي محمد اليزغي حاضر يوميا في المقر ديال الحزب يتتبع كل الشؤون التنظيميه. فلذلك واحد ما كان الاسم ديال عبد الرحمن اليوسفي مستبعد، يعني انا ذاك مستبعد حتى لهذاك النهار ديال 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 الجنازه. هو اللي قرا الكلمه ديال التأبين بتلك العبارات اللي بقات وذكرناها في الكتاب.
يعني بان بأنه يعني مباشرة، لأنه بمجرد وفاة عبد الرحيم بوعبيد، لأنه في اليوم الموالي كانت المراسم ديال الجنازة، فحضر المغرب وهو اللي قرأ الكلمة ديال التأبين وكتبها بخط يديه كما أخبرنا حينها. فبقى دائما يعني هنا كتوردوا مسألتين، أن محمد يزي يقول أنه من اقترح عبد الرحمن اليوسفي، وتريدون شهادة الحبيب الشرقاوي تماماً تماماً. ربما هو كان من واحد الحوار ديال السيرة ذاتية كيقول بأنه كيعطينا رواية أخرى، احنا درنا الروايتين معاً، درنا الرواية ديال السي الحبيب الشرقاوي كيقولك بأنه هو اللي اتصل باليوسفي وقال لي انت اللي خصك دير كلمة ديال التأبين، وانت اللي خصك تقدم باش تخلف عبد الرحيم بوعبيد. اذا السؤال اللي كيتطرح هو علاش، لان شنا هي الاسباب اللي خلات واحد العدد من القياده ديال التعجركي يمشي في اتجاه ديال عبد الرحمن اليوسفي. فهذيك المرحله ولا كان اليازغي ما كانش عليه معليش واحد الاجماع، وتقريبا كان محسوب زعيم ديال واحد التيار وديال واحد المجموعه، عنده جماعة ديالو، وهذا خلاه يعني كان سبب من الأسباب اللي كيدخل فيها في الصراع مع واحد العدد من 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 المناضلين، ولذلك ما توفرش فيه هذاك الشرط اللي يكون يعني حقق القبول والإجماع ديال باقي. قبل ما نختموا نشيروا لهذه القضية، كتشيروا أيضا لأن لربما الراحل الحسن الثاني استحسن عبد الرحمن اليوسفي، لماذا؟ بالنسبة لهذا الحدث، لأنه بالنسبة لعبد الرحمن اليوسفي بمجرد ما تحمل المسؤولية على رأس الاتحاد الشراكي، كان السؤال ديال كيف سيتم التعامل مع الدولة، ومع خاصة أن عبد الرحمن كانت عنده تقاليد التعامل مع الدولة، وماشي نفس المسار بالنسبة لعبد الرحمن اليوسفي. وحنا نقلنا واحد الشهادة اللي دلا بها عبد واحد الراضي، اللي كيقول بأن الحسن الثاني كان مرتاح لأن يكون عبد الرحمن اليوسفي. بطبيعة الحال هذا ما كيعنيش أن الدولة دخلات باش يكون عبد الرحمن اليوسفي على راس حزب، كيف ما كيجرى في واحد العدد ديال الاحزاب اللي كتقبل هذه القضيه، ولكن الى درجه كما جاء على لسان عبد الواحد راضي انه قال ودينا مستعد نعطيه فتره السماح، ربما يرتكب في البدايه شي اخطاء وهذا، فممكن نعطي واحد فتره ديال السماح باش حتى يعرف شويه المغرب. هذا انا اظن ان المساله عندها علاقه بالجيل الذي ينتمي إليه، لأنه في هذه الفترة الحسن الثاني كان يهيئ للتناوب، لأنه عبد الرحمن بوعبيد مات في 1992، وبدأت الملامح ديال الكتلة كتبان، لأنه بدأت تنسيق ما بين الاتحاد الشراكي وحزب الاستقلال، وما اكتملش في الحياة ديال عبد الرحمن بوعبيد. بمجرد ما جاء عبد الرحمن اليوسفي غادي تأسس الكتلة الديمقراطية، إذن فيها الاتحاد الوطني للقوات الشعبية مع عبد الله ابراهيم الله يرحمه، حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، حزب التقدم والاشتراكيه، ومنظمه العمل الديمقراطي الشعبي. ولا لاحظتي الا شفتي القاده ديال التنظيمات الخمسه، الاحزاب الخمسه، كلهم من جيل واحد، كلهم عاشوا تجارب من مواقع مختلفه، ولكن كاين الاربعه بعدا كانوا من موقع واحد، حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي كقاده ديال الحركه الوطنيه، النضال الوطني، وهما الجيل ديال الحسن الثاني، ربما هو كيهيئ لنا 92، راه بدا كيهيئ التناوب، خص هذه القوه الاخرى اللي وقع معها نزاع مباشره عقب الاستقلال والصراع، ويعني وقعت سنوات الرصاص، وهذا كيهيئ للمرحله الجايه. نعم. وبالنسبه استنفدنا الوقت، كان يريد ان يكون وزير اول في هذه المرحله، فبالنسبه لي ما كانش كيخرج على واحد من الجوج، اما بوسته من حزب الاستقلال الله يرحمه، واما عبد الرحمن اليوسفي، وكان ارتاح انه يكون عبد الرحمن اليوسفي، وهذا ما تاكد من بعد، والدليل هو الطريقه باش قدم
عبد الرحمن يوسفي الولد ابنيه في اول مره فاش غادي يستقبلوا مني ولا كاتب اول قال لي مقدم لكم اكبر مهرب السلاح في المغرب. طبعا كاشاره الدور اللي لعبوا اليوسفي من طنجه احد اكبر مهرب السلاح كواحد اللي كان كيمون المقاومه بالسلاح. شكرا جزيلا استاذ محمد حفيظ، ويتواصل معنا تواصل حوارنا معك طبعا في حلقات قادمه. مستمعين مشاهدينا الاعزاء، شكرا على المتابعه.